ولا في اي شيء خالص. شوف انا اتكلمت عن الشيخ احمد جلال، ولكن كمان بتكلم عن المجلس كله. ده انا اللي بتكلم، مش حد اخر، مش حد تاني. بس عشان تاني بتكلم بشكل واضح، نادي الزمالك اهو محتاج الناس اللي هي كانت بتدور. نادي الزمالك نعمل ايه؟ اتفضلوا اتفضلوا اهو قدامكم مجلس نادي الزمالك محتاج النهارده دعم التكاتف الجميع. كل اولاد نادي الزمالك المحترمين لازم يقفوا مدوا ايديهم لبعض عشان انقاذ النادي ومساعده النادي ونساعد القرارات اللي هتطلع بعد كده، القرارات اللي جايه، القرارات اللي جايه لصالح الجميع. بالمناسبه هيكون في انتخابات قبل نهايه اكتوبر، قبل نهايه اكتوبر الجاي في انتخابات في نادي الزمالك. كل واحد عايز يدخل انتخابات يدخل تنافسه من اجل نادي الزمالك بدون ما حد ايه يتهم حد ولا كذا. ادخلوا انتخابات يلا، والجمعيه العموميه تختار اللي هي تاخده، تختاره كيفما شاءت. اي حد جمعيه عموميه عزاه يتفضل يخوض الانتخابات. جهزوا نفسكم، انا بقول لكم من دلوقتي جهزوا نفسكم، عندكم انتخابات قبل نهايه اكتوبر اللي جاي هتتم الانتخابات ان شاء الله. امتى المواعيد؟ ما حدش عارف المواعيد، ولكن قبل لانه في لائحه نادي الزمالك بتقول كده ان مفيش يعني لجنه تدير النادي. ممكن يبقى في ناس ثلاث تنفيذيين، ما بنتكلم على مدير تنفيذي، مدير رياضي، مدير مالي، يعني ممكن يبقى في مثلا ثلاث اشخاص في فتره مؤقته لحين اجراء الانتخابات. لكن مفيش طبقا للائحه نادي الزمالك الاسترشاديه، ووزاره الشباب والرياضه بتبقى ملتزمه بهذا الامر، انه يبقى في حاله استقاله مجلس الاداره يكون في الثلاثه دول يتولوا المساله الاداريه. ودي لائحه نادي الزمالك الاسترشاديه. ثم يتم تحديد موعد لاجراء الانتخابات. اجراء الانتخابات لمجلس اداره نادي الزمالك. كل حد عايز يدخل انتخابات يتفضل، اي حد انطبق عليه الشروط يتفضل. في اي مشاكل حد يضغط ساعده، ساعد نادي الزمالك محتاج المساعده، محتاج المساعده. عندك اي حد، وانا بقوله اي حد هيجي النهارده يتولى هذه المهمه، مهمه في غايه الصعوبه. عندك قيد، عندك لعيبه عايزه فلوس، عندك لعيبه عايز تشتريها، عندك مرتبات لازم تدفعها، عندك حاجات كتيرة جدا محتاجها النادي. هتعامل معاها ازاي؟ صعبة. عملية صعبة. اتحادات لهم فلوس ولا ما في اتحادات بتقسط واتحادات أخرى، ما هو كمان أنت هنا لازم تتعاون. وأنا هنا يمكن بتكلم على كل كمان الاتحادات، اليد لو لهم فلوس يقسطوا شوية، الطايرة اللي لهم يقسطوا شوية، لأن